بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي أبنائي طلبة الصف الثاني من المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام. النهاردة إن شاء الله هنكمل الجزء الثالث بتاع مادة الجزء الثالث في الأوتكم الأولاني بتاع مادة الميجرمنت أند تيستينج يونت 53. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع الكاركترستكس اوف اكويبمنت، الخصائص الخاصه بالايه بالاكويبمنت. هناخد مثال عليه. انا نزلت المانوال بتاع اسلوسكوب، جهاز اسلوسكوب. المانوال ده هنستخدمه ان احنا هندرس السبيسيفيكيشنز اللي خاصه بالجهاز ده من حيث عده اعتبارات هنتكلم عنها واحده واحده. اول حاجه هنتكلم عنها، طبعا ده شكل الجهاز اهوت اللي هنتكلم عليه. اول حاجه هنتكلم عنها الانبوت امبيدنس. ايه هي الانبوت امبيدنس؟ الانبوت امبيدنس از امبيدنس اوفرد باي ذا انبوت تيرمينالز اوف سيركت، المعوقه اللي بيقدمها الدخل بتاع الايه بتاع الدايره. لو اعتبرنا ان الجهاز ده عباره عن دايره فليها ايه دخل او لها انبوت ايه امبيدنس. لها تعريف تاني، الانبوت امبيدنس از اولسو ديفايند ذا ريشيو اوف فولتج اكروس ذا انبوت تيرمينال، عبارة عن النسبة الجهد المطبق على الانبوت تيرمينالز تو ذا كارنت فلو ثرو ذا انبوت ايه تيرمينالز، عبارة عن النسبة الجهد المطبق على الدخل للتيار اللي هيمر في الايه في الدخل ده. طيب لو جينا شفنا شكل السبيسيفيكيشن ده الانبوت امبيدنس هتلاقيه كاتب لك كده ايه 1 ميجا اوم زائد او ناقص ماينس 2.2% و17 فراد زائد او ناقص 3 ايه بيكو فراد. ده اللي هو الانبوت امبيدنس بتاعي زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي او هنتكلم. الانبوت امبيدنس بتاعي يفضل ان هو يبقى كبير وهنعرف ليه، ويفضل الاوتبوت امبيدنس ان هو يبقى صغير. فده الانبوت امبيدنس مديهولك بالايه بالتولرانس سواء كان مقاوم او ايه او مكثف. طيب ايه هو الاوتبوت امبيدنس؟ اوتبوت امبيدنس از ريشيو، عبارة عن النسبة of change in output voltage، نسبة التغير في جهد الايه الخارج to change in load current، اللي هي نسبة التغير في الايه في التيار اللي على الايه على اللود. بقول لك power supply input and output impedance are used to verify the supply's stability and dynamic performance when subjected to various loads. هنعرف دلوقتي ان الانبوت امبيدنس والاوتبوت امبيدنس بتاثر على حاجتين اتنين، الاستابيليتي والدايناميك بيرفورمانس بتاع ايه بتاع الجهاز. ولذلك احنا بنفضل، بقول لك واي شود ا سيركت هاف لو اوتبوت امبيدنس اند هاي انبوت امبيدنس. تعال نشوف كده في الحاله الاولى. في الحاله الاولى لما يبقى الدخل عالي ده بقول لك ايه بيعمل دروز اور بروفايدز ليس باور، بيأثر ايه بيحسن لي بيحسن لي او بيقلل لي الايه الباور. طب في حالة انا لما يبقى المقاومة قليلة اللي هي في الخارج بقى يقول لك draws or provides more power، ده بيدي ايه باور ايه اكتر. يبقى في حالة الخارج انا عايز ايه الباور قليلة، في حالة الدخل عايز الباور قليلة، في حالة الخارج الايه بيديني ايه more power. طبعا زي ما احنا قلنا لو جينا شفنا كده يقول لك اف زد انبوت اللي هي الانبوت امبيدنس انفينيتي، يعني ايه انفينيتي؟ يعني ما لا نهايه، فيري هاي. بيقول لك لو هنتكلم بقى على الامبليفاير، هناخد الامبليفاير كمثال او كايه كسيركت بنشرح عليه. الامبليفاير دروز نو كارنت، طبعا مش بيبقى فيه تيار لان قيمه المقاومه ايه عاليه، ثرو اتس انبوت على الدخل زين كونكتنج ات تو سورس، لما اوصل المصدر ودنت افكت ذا سيجنال فولتج. طبعا القيمه ايه قيمه المقاومه عاليه، وطبعا ده مش هيأثر على، مش هيبقى فيه تيار هيمر هيقدر يحس بالايه بالسيجنال فولتج، لان مش هيبقى فيه مؤثر على الايه على الدخل غير الايه السيجنال الايه اللي داخله مهما كانت قيمه ايه مقاومه الايه السورس ذات نفسه. طيب في حاله الخارج when you connect، لو بقول لك if z out 0 اللي هي very low، when you connect a load لما تيجي توصل اللود to the output على الايه على الخارج بتاع الامبليفاير، if the amplifier has zero output المعوقة بتاعت الخارج بتاع الامبليفاير ايه قليلة، the signal voltage wouldn't change، يعني الجهد مش هيتغير، مش هيحصل فيه ايه تغيير مهما كان قيمة الايه التيار اللي هيمر ايه
في اللود، وده اللي احنا محتاجينه، ان يحصل استابيليتي استقرار، والدايناميك بيرفورمانس بتاع الايه بتاع السيستم كله يبقى ايه متناغم او ماشي بصوره ايه بصوره جيده. مش بعد كده على عنصر تاني من عناصر السبيسيفيكيشن، وهي الريزوليوشن او الدقه، ذا سمولست، بس مش في اكيورسي، في دقه، في حاجه تانيه اسمها الاكيورسي، ده هنتكلم عنها طبعا، دي مختلفه عن دي. ريزوليوشن ذا سمولست اماونت اف انبوت سيجنال تشينج، اقل تغيير في دخل الايه الاشاره، ذات ذا انسترومنت كان ديتكت ريليابل، يعني ايه يقدر الجهاز بتاع القياس يقدر ان هو يحس ايه، يحس اقل تغيير في دخل الاشاره، يقدر الايه الجهاز القياسي يقدر يحس ايه يحس. ولكن احنا بنتكلم على ريزوليوشن الخاص بالايه بالقدره على الفصل بين صورتين صغيرتين متلاصقتين. فمثلا لو كان مقدره الجهاز ده سواء كان جهاز تلفزيون او اسلسكوب غير عاليه، فان الصورتين المتلاصقتين تظهران كانهما ايه صوره واحده، مش يقدر يفرق ما بين الايه ما بين الصورتين. ولذلك هنا ريزوليوشن مهم جدا، انه يقدر يفصل ما بين الاشارات. لو انا مدخل اشارتين اتنين وعاوز اشوف الاشارات ديت بصوره جيده، فلازم الريزوليوشن يبقى ايه يبقى عالي. وكلما كانت مقدره الجهاز على التمييز عاليه، كلما كان الجهاز قادر على الفصل اللي بين الصور المتقاربه واظهارها بصوره ايه بصوره واحده. لو جينا اتكلمنا وخدنا حاله التلفزيون او الاستسكوب، طبعا عارفين ان هو كاثود راي تيوب، فان حجم حبيبات الماده الفوسفوريه على الشاشه هو الذي يحدد من مقدره الجهاز على الايه على التمييز. عفوا، لو جينا شفنا هنا بقى على السبيسيفيكيشن، هتلاقي كاتب لك كده ريزوليوشن 320 هرتز باي سوري 320 هوريزونتال باي 234 فيرتيكال بيكسل. طبعا كل ما كان الريزوليوشن عالي، كل ما كان الجهاز ده عنده مقدره ان هو يقدر يحس باي تغيير في الاشاره، ومش بس كده، ويقدر يفصل ما بين الايه الصور المختلفه اللي داخله له. طبعا في قوانين بتحسب الحاجات ديت، بس احنا عاوزين نعرف المينينج او المعنى الايه الفيزيائي فقط. نخش بعد كده على الاكيورسي. الاكيورسي a measure of the capability of the instrument to faithfully indicate the value of the measured signal. This term is not related to resolution. ملوش علاقة بالايه بالresolution. However, it can never be better than the resolution of the instrument. The accuracy is often specified as. اللي في علاقة بتحسب الاكيورسي ان هي عبارة عن النسبة المئوية من القراءة زائد الايه الاوفسيت. الاوفسيت دي قيمه ايه قيمه بتبقى موجوده في الايه في جهاز الايه القياس. الاوفسيت لو جيت اتكلمت عليه بصوره كده مبسطه، لو انا عندي اوبريشن امبليفاير ومدخل دخل جزء موجب وجزء سالب، المفروض الاثنين دول قد بعض، الداخلين دول قد بعض، فبالتالي الخارج بتاعهم بيبقى ايه يبقى صفر. ولكن نتيجة عيوب التصنيع بيبقى في خارج ولو بسيط. ده اللي بقدر في تطبيقات بقى الدي سي، ده امر مهم جدا لانه بيلعب دور حاسم. احنا بيمكن ان الخارج ده او الناتج ده بيأثر على الناتج الاجمالي او على شكل الايه الاشارة. طبعا دي النتيجة دي بتبقى ايه بتبقى محسوبة. المهم انا لو هتكلم هنا على الاكيورسي، فهو دقة الجهاز وهي مقدرته على إعطاء قراءة تكون أقرب إلى القراءة الحقيقية أو القراءة العيارية، اللي هي القراءة الإيه اللي مصطلع عليها أو اللي متوقع إن هو يديها لي. وكلما أعطى الجهاز قراءة أقرب إلى المقدار الحقيقي أو العياري للكمية المقاسة، كلما كان الجهاز إيه دقيقا. وتعتبر الدقة مقياسا لدرجة الخطأ في النتيجة الإيه النهائية أي المقاسة. ويمكن تحديد دقة الجهاز بإعطاء مدى الخطأ الذي يعطيه الجهاز عند قياس مدى إيه معين من المقدار المقاس. مثلا ناخد مثال على الكلام اللي احنا قلناه ده، لو عندنا ترمومتر وصفناه بإن هو بيدي خطأ زائد أو ناقص نص درجة إيه مئوية. طيب في المدى إيه؟ في المدى من 50 لـ100، يبقى انا اقول على الجهاز ده دقته قد ايه زائد او ناقص نص درجة مئوية، يبقى هو هيديني خطأ نص درجة في من 50 لغاية ايه
لوغاريتمية، مدى المدى بتاع المدى اللي هو بيقيس ايه، بيقيس فيه عند الترمومتر بيقيس في مدى من 50 لـ100، فانا بقول ايه ان الخطأ بتاعه 0.5%، يبقى هيديني ايه، يبقى القراية اللي انا هقراها مرجح ان هي تزيد نص او تقل ايه نص، زي التولرانس بتاع الايه بتاع المقاومات كده او حاجة شبيهة بيه. ده مثال من السبيسيفيكيشن اللي احنا اتكلمنا عنها لموضوع الايه الاكيورسي. لو جينا قرينا كده نفس المعادلة اللي شرحناها، ودايما هتقول لك زائد او ناقص، يا اما بيزيد او يقل، هنا ايه 3 في الايه 3 في المية، حسب ايه طبقا الايه المعادلة اللي موجودة ديت. يعني انت هتشوف المعادلة دي كلها، تبدأ تاخد القراية تجمعها على الاوفست تضرب في 3% وهكذا. بعد كده هنتكلم على الباندويتس او الحيز الترددي، is defined as a range within a band of frequencies or wavelengths. Bandwidth is also the amount of data that can be transmitted in a fixed amount of time. Bandwidth لها تعريفين، هو حيز من التردد، بيبدأ بيه حيز صغير ثم حيز ايه كبير، او هو عبارة عن ايه كمية الداتا او كمية المعلومات او كمية الداتا اللي انا هقدر انقلها في وقت ايه في وقت محدد. طب ده هتفيدني في ايه في موضوع القياسات؟ لا هتفيدني كتير جدا، ان انا لو بستخدم جهاز بيقيس لي تردد او مدى معين من الترددات، لا لازم ابقى عارف ان الجهاز ده اخره وليكن مثلا زي السبيسيفيكيشن اللي معانا 20 ميجا ايه هرتز، اكتر من كده مش هيقدر ايه يقيس. نخش بعد كده على الانبوت سيجنالز. الانبوت سيجنالز رينج، لو جينا بصينا للسبيسيفيكيشن اللي عندنا هنلاقي عندنا انواع مختلفه من الايه من الانبوت سيجنالز. لو كانت مثلا الاشاره داخله اي سي او دي سي، او كان الاشاره داخله ايه ار دي، وعندي في انواع زي الانبوت امبيدنس دي اللي احنا اتكلمنا عنها في الايه في البدايه، وقلنا دي خاصه بالايه بالجهاز. والسبيسيفيكيشنز بتتكلم عموما على كل الاشارات اللي انا ممكن ادخلها من الايه من الجهاز، زي البروب اتينويتور اللي هو بيستخدم البروبات في ان انا بعمل دخول للايه للاشاره. طبعا احنا هنتكلم عن البروب بالتفصيل، وهنعرف ان هو من جواه عباره عن ايه عن سيستم كامل متكامل. الاوتبوت ليفلز، انا عندي الخارج زي ما احنا عارفين لو كان اي سي او دي سي، او جميع انواع الاشارات اللي انا ممكن ايه احصل عليها من الايه من الجهاز الايه القياس. طبعا الليفلز ده زي ما احنا اتكلمنا في البدايه في المحاضره اللي قبل كده، قلنا ان انا في ليفل عندي ليفل معين، الليفل ده ممكن الجهاز ما يقدرش يجيبه، سواء مثلا انا هختار هقيس مثلا مقاومه، المقاومه ديت الليفل بتاعها كام، انا هي مثلا 10 كيلو وانا مختار 2 كيلو، فطبعا الليفل هنا مش هيقدر يسمح لي ان انا اغطي قيمة المقاومة، فبالتالي الجهاز مش هيقدر يشوف، ولذلك لازم اعلى بالليفل بتاعي شوية اوصل لـ20 كيلو عشان يقدر يشوف الـ10 كيلو، وهكذا مع اجهزة الاستوسكوب. لازم لو انا جبت ليفل قليل عن الجهد اللي انا بقيسه مش هيشوفه، لو عليت عنه هيقدر يحس بايه يحس بيه، وكذلك الفانكشن جنريتور لو انا دخلته على الايه على الاستوسكوب وجيت ادخل اشاره معينه، وهو الاستوسكوب اصلا انا ظابط الزراير بتاعته ان هي ما تشوفش الايه الليفل اللي انا ايه شغال عليه، فلازم هبدا اعلي الايه اعلي الليفل. عندنا مصطلح تاني اللي هو السامبل ريت. سامبل ريت is the number of samples of audio carried per second، او بطريقه تانية لو احنا ده ممكن اقيسه بالهرتز او بالكيلو هرتز، زي الايه زي التردد بالظبط. لو انا عندي مثلا 44100 سامبلز بير سكند، ده ممكن اعبر عنها ان انا عندي كام 44100 ايه و100 هرتز، يبقى السامبل ريت عدد السامبلز او الشرائح من الاوديو كاريد بير ايه بير سكند بالنسبه للايه بالنسبه للثانيه. طبعا السامبل ريت ده ليه بنستخدمه في انظمه الايه الاتصالات بكثره،
وبقدر اشوف السامبلز ديت موجوده على الايه، على الاستسكوب وعلى الاجهزه الايه، الاجهزه اللي بتتعامل مع الفريكوانسي عامه يعني، او الترددات، وشوف شكل الايه، شكل الاشاره. اخر حاجه حابين نعرفها وهي التريجر سورسز. تريجر سورسز ار سوفت وير سيلكتابل، يو كان يوز اني اوف ذا فولوينج اكسترنال انبوت تريجرز. التريجر ده مهم جدا في الاستوسكوب وفي اجهزه الايه، اجهزه القياس. من خلال التعريف اللي قدامنا ده هنتكلم هنا ان جنرال عموما. تريجر سورس ار سوفت وير سيلكتابل، يعني ايه؟ حاجه او سوفت وير بيختار من الايه، من كذا دخل. يو كان يوز اني اوف ذا فولوينج اكسترنال انبوت ايه تريجر. ده مثال اهوت، لو عندنا مالتي بليكسر ومدخل له كذا ايه، كذا دخل، هو بيقدر يعمل سيلكشن من الدخول ديت، بيستفيد بكل دخل من الدخول ديت في وظيفه معينه بيقوم بيها الايه، الجهاز يقوم بيها الايه، من الجهاز، سواء مثلا ان هو يظبط شكل الاشاره، او يتعامل مع لو في مثلا اشاره داخله فيها نويز، او فيها مشكله، هو بيقدر يتعامل معاها. طبعا هنعرف الكلام ده بالتفصيل لما نيجي نستخدم الايه، الاستسكوب. وظيفه التريجر بتعمل ايه في الدايره. اخر حاجه بس حابب اقولها ان في فرق ما بين حاجتين اتنين، الميجرمنت انسترومنت اللي هو جهاز القياس. اما اقول ميجرمنت انسترومنت يبقى انا بتكلم على ايه، فولتاميتر، او على ايه، او على اميتر، او على انالوج او ديجيتال مالتي ميتر، او على اوستوسكوب اللي هو من الاخر كده ايه، الافو والاوستوسكوب. اما اتكلم على الالكترونيك تيست اكويبمنت يبقى انا بتكلم على سيجنال جنريتور، اوديو فريكوانسي او راديو فريكوانسي، او بلس جنريتور، او فانكشن جنريتور، او ديجيتال كاونتر، او فريكوانسي ميتر، او اي سي بريدج، او لوجيك بروب، او لوجيك بالسر، او كارنت تريسر. انا اهتم اكتر بالسيجنال فانكشن جنريتور وباللوجيك بروب وبالايه وبالكاونتر. دي الحاجات اللي انت ايه شفتها وتعاملت معاها. ان شاء الله الامتحان الاولاني باذن الله هيبقى فيه خلال هذا الاسبوع، وهبعته لكم باذن الله. شكرا، واتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.